شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من القلب فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. صدق الله العلي العظيم. قبل أن نتحدث في هذا اليوم حول العمل التربوي، لابد أن نقدم مقدمة قصيرة، وهذه المقدمة هي أن كل عمل له حجم وله امتداد. الحجم يمثل الأبعاد المادية للعمل، كل عمل له أبعاد مادية محسوسة، هذه الأبعاد تقع ضمن نطاق الشهود، هذه الأبعاد يطلق عليها حجم العمل. مثلا الصوت له ذبذبات، هذه الذبذبات تتموج في الهواء، هذه الذبذبات تشكل حجم الصوت. الحركة لها أبعاد مادية، هذه الأبعاد المادية يمكنك أن تشاهدها: شخص يأكل، شخص يمشي، شخص ينام، أنت تشاهد بعينك هذه الأبعاد المادية لهذا العمل. ولكن إذا أردنا أن يكون تقييمنا للعمل تقييما دقيقا، يجب أن نلاحظ بالإضافة إلى حجم العمل امتداد العمل. شنو معنى الامتداد؟ الامتداد الآثار التي تقع ضمن نطاق الغيب، لا تشاهدها بعينك ولا تلمسها بيدك، ولكن هذه آثار هذا العمل.
هذا الأثر قد يظهر غدا، وقد يظهر بعد غد، وقد يظهر بعد 100 عام، ولكنه امتداد لنفس ذلك العمل الذي قمت به في ذلك اليوم. بالنسبة إلى العمل التربوي، وظيفة الأب، وظيفة الأم، وظيفة الأخ، نحن عندما نقوم بعمل تربوي لا يمكننا أن نقتصر على حجم هذا العمل وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم. ربما كلمة يقولها الأب ويقولها الأم، تقولها الأم كلمة، شنو قيمة الكلمة؟ أسهل شيء الكلمة، الكلمة ما إلها قيمة عندنا، ولكن الأب والأم يجب أن يلاحظا شنو آثار هذه الكلمة. كلمة طيبة يقولها للأب، الأب يقولها للابن، الأم تقولها للبنت، شنو أثر هذه الكلمة؟ شنو هي التفاعلات التي تخلقها هذه الكلمة في نفس الطفل على المدى البعيد؟ من الظواهر المؤسفة حقيقة في بعض الأفراد البعيدين عن الأجواء الدينية أنه ما يتورعون في كلماتهم. يعني عندما يحدث هنالك خطأ من الطفل أو يرى أنه خطأ، يقول كل ما يجري على لسانه. ما انتهت القضية عند هذا الحد، هذا الطفل يلتقط هذه الكلمة، يختزن هذه الكلمة، وعندما يكبر هذا الابن يكون على نفس منهج هذا الأب وهذه الأم. هو أيضا مع أطفاله يتعامل بنفس الترتيب، وأطفاله أيضا ينشأون على نفس هذه الطريقة ويكبرون على نفس هذه الطريقة. تشوف عوائل، مدن، قرى تعرف بصفات معينة، يقولون أهل فلان مدينة شجعان. منين اجت هذه الشجاعة؟ عوامل متداخلة، البيئة مؤثرة، المحيط مؤثر، التربية مؤثرة، ولكن من جملة العوامل المهمة نقطة البدء في هذه العائلة. هذه العائلة بدأت من أب وأم. إذا الأب والأم كان لهما طهر، كان لهما نقاء، كان لهما تورع، ابنهم يطلع على منهجهم، الحفيد يطلع على منهج الابن، ابن الحفيد يطلع على منهج أبوه. هذه قضية طبيعية، أن الولد سر أبيه يعكس أبوه، طبيعية. فربما هذه الكلمة، هاي المواقف تؤثر إلى ما لا يمكن أن نحيط به من الأبعاد والآمات. هاي مو كلمة انتهت، لا، كلمة تبقى وتبقى وتؤثر وتؤثر. لذلك في الواقع الأب، الأم، الإخوة الكبار عندهم مسؤولية كلش كبيرة تجاه العائلة. يجب أن ينظروا إلى امتدادات هذا العمل في كل عمل يقومون به في العائلة. التربية لها طرق. الطريق الأول، التربية عن طريق الموعظة. أول واعظ من هو؟ من هو الواعظ الأول؟ الواعظ الأول هو الله. إن الله نعم ما يعظكم به. اقرأوا كتاب كلمة الله، كلمة الله،
للعم رحمة الله عليه، الله سبحانه وتعالى وعظ آدم من اليوم الأول، والله وعظ نوح، والله وعظ إبراهيم، الله وعظ موسى، الله وعظ عيسى، الله سبحانه وتعالى وعظ نبينا محمد. والله تعالى وعظنا نحن البشر، اقرأوا كلمة الله لكي تجدوا مواعظ الله. أول واعظ هو الله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان واعظا، أي فرصة كانت تجي حتى فرصة صغيرة كان يشوف الطرف يعظه. هذا منهج إلنا، واحد واحد من ذلك الرجل أظن أنه ابن عباس، يقول النبي صلى الله عليه وآله كان على ناقة فأردفني خلفه، كنت أمشي النبي على ناقة فقال لي تعال، فركبت خلف النبي صلى الله عليه وآله فقال لي يا ابن عباس كذا وكذا. المواعظ موجودة في البحار، النبي كان يعظ، الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان يعظ، الإمام المجتبى حتى في اللحظات الأخيرة من حياته عندما دخل عليه جناده، ما الذي قال له الإمام صلوات الله عليه في تلك الحالة وهو يقذف كبده؟ ولكنه يقول يا جناده استعد لسفرك وهيئ زادك قبل حلول أجلك، واعلم أنك تطلب الدنيا والموت يطلبك. حتى في تلك اللحظات الأخيرة الإمام المجتبى كان يعظ، الإمام الحسين صلوات الله عليه في يوم عاشوراء كان يعظ. كل واحد منا في عائلته يجب أن يكون واعظا، طبعا مو واعظ بالعنف والشد، لا بهدوء. الطفل عندما يقوم بعمل عظه، ما لازم تكون فواصل بين الآباء والأبناء، الأب اللي يضع فواصل بينه وبين أبنائه ما يتمكن يعظ هؤلاء الأبناء. الأب يجب أن يكون أبا ويجب أن يكون صديقا أيضا، يعظ أبنائه، يرشدهم، افعلوا هذا العمل، هذا العمل في صالحكم، هذا العمل ينفعكم. الشيء الأول التربية عن طريق الموعظة. تشوف ابنك قاعد يطالع التلفزيون، قل له ما يخالف تطالع الأفلام الجيدة، ولكن اذكر الله تعالى، اذكر، قل لا إله إلا الله، قل سبحان الله، قل سبحان الله شجرة في الجنة. ليش تفوت عمرك؟ تشوفه يريد ينام، عظه، قوم صلي ركعتين. عندما تصلي ركعتين، عندما تتوضأ وتصلي ركعتين، يكون محل نومك مسجداً إلى الصباح. واحد يعظ أبنائه، يعظ بناته، مو يتركهم يمشون كما يريدون. في اليوم الأول الإبن ما يسمع، في اليوم الثاني ما يسمع، لكن بالنتيجة هذه الموعظة تؤثر. في الآية الكريمة وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أي واحد شفت عنده عمل خير وصي بالحق وصي بالصبر، اصبر. إذا ما يجي للحسينية شفته، ليش ما تجي للحسينية؟ إذا ما يجي للقراية شفته، لماذا لا تأتي إلى القراية؟ يقول ما عندي خلق. انصحه، عظه، هذه طبيعة المؤمن، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كان هنالك شخص في النجف الأشرف
رزقنا الله وإياكم زيارة هذه العتبات في القريب العاجل بإذن الله. رجل شرير إلى أبعد الحدود، العوائل اللي يتركون أبنائهم ما يواظبون على أبنائهم، عادة يخرجون أفراد منفلتين، والكل كانوا يخافون منه. أكو أفراد الناس يخافون منهم. كان اسم هذا الرجل عبد فرار، اسم هذا لقبه ملفق من الاسم واللقب عبد فرار، الكل كانوا يخافون منه. في بعض الأحيان عندما كان يدخل إلى الصحن المطهر لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، الناس كلهم كانوا يبتعدون عنه، يفسحون له الطريق، لأن الرجل حقيقة شر بكل معنى الكلمة. مضى عمر قضى في هذه الحالة. كان هنالك رجل زاهد في النجف، في يوم من الأيام في الصحن، وإذا بهذا الرجل يدخل والناس بسرعة يبتعدون عنه خوفا منه. تعجب هذا العابد، منو هذا الرجل؟ ليش الناس هالشكل يخافون منه؟ وصل هذا الرجل إلى هذا العابد الزاهد، فسأله العابد: منو أنت؟ أنت منو؟ قال ذلك الرجل: ما تعرفني أنت؟ قال له: لا. قال له: ما تعرفني؟ أنا عبد فرار الذي طبق صيته الآفاق، شلون ما تعرفني؟ فقال ذلك العابد الزاهد العالم كلمة واحدة. لاحظوا تأثير هذه الكلمة. ممن تفر؟ تفر من الله أم تفر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ممن تشرد أنت؟ فرار ممن؟ كلمة واحدة. أحيانا حقيقة واحد في لحظات صفاء يفكر في حياته، يشوف حياته، إذا ما حالفه توفيق الله قطعة من الجناية والكذب والظلم والإسراف على النفس. أتيتك يا إلهي معتذرا، نادما، مستقيلا، منكسرا. حقيقة واحد يفكر مراحل حياته، شلون يلاقي الله سبحانه وتعالى بهذا الوزر الثقيل؟ كم من الغيب اغتابها الإنسان. عندما نقعد حقيقة فاكهة المجالس الغيبة، أصلا يكاد ألا يخلو مجلس من المجالس من غيبة المؤمنين. ليش؟ روح على كلام آخر. الغيبة والتهمة والكذب والرياء، هذه الكلمة مرة واحدة أوقظت، فأخذ يردد مع نفسه: ممن تفر؟ من الله أم من رسول الله؟ ورجع إلى بيته هذا الرجل الجاني الخاطئ، رجع إلى بيته وهو يكرر هذه الكلمة، وأخذ يراجع حساباته. تاب إلى الله سبحانه وتعالى. في صباح اليوم التالي هذا الرجل العالم الزاهد العابد يقول لتلاميذه، تلاميذه جايين للدرس، يقول لهم: اليوم الدرس تعطيل. ليش شيخنا أو سيدنا؟ اليوم مات ولي من أولياء الله. تعالوا نروح إلى تشيع، من هو هذا الولي؟ تعالوا. جاءوا مع هذا العالم، وصل إلى بيت عبد فرار. وين هذا الولي؟ هذا بيته. شيخنا مشتبه، هذا بيت مجرم من مجرمي هذه المدينة. قال لهم ذلك العالم: كان مجرما. هذا كان مجرم،
ولكن منذ أن أخذ يردد مع نفسه هذه الكلمة إلى أين تفر؟ ممن تفر؟ من الله أم من رسول الله؟ انقلب ذلك المجرم البعيد إلى ولي من أولياء الله، غسله، شيعه، صلى عليه، ودفنه في النجف الأشرار. الآباء والأمهات يجب أن لا ييأسوا من أبنائهم وبناتهم مرة ومرتين وثلاث مرات. يجب أن يكون للآباء والأمهات نفس طويل في الموت، مرة مرتين، عشر مرات، 20 مرة، بالنتيجة يتأثر هذا. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال فيما روي عنه: إن صلاته تنهاه يوما ما. بالنتيجة هذه الصلاة تأثر بي، بالنتيجة هذه الموعظة تأثر بي. أولا، التربية عن طريق الموعظة. ثانيا، التربية عن طريق النموذج. الموعظة جزء والنموذج جزء آخر. علماء النفس يقولون الطفل أول ما يولد ما عنده ارتباط إلا بأمه، يعني في تصوره المتواضع، في منظومته الفكرية المتواضعة، ماكو إلا أمه، هذه هي مصدره، ملجأه. ثم بعد ذلك ومن الشهر الثاني الأب يقتحم المنظومة الفكرية للطفل، يعني يكون هنالك أب وأم من الشهر الثاني. هذا علماء النفس في أحدث نظرياتهم يقولون ذلك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل 1400 عام يقول: اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد. الطفل إلى فترات متأخرة مثله الأعلى أبو وأم، من الشهر الثاني وحتى فترات متأخرة من المراهقة، يعني ذولا مثل الأعلى. العلماء يقولون ما يفرق بين أبوه وبين أكبر عالم الطفل، ما يفرق بين أبوه وبين أكبر فيلسوف، هذا يراه مثل. كل تصرف تشوفون بعض العوائل أولادهم مقيدين بالذكر، بالصلاة، بقراءة القرآن، بعض العوائل بعيدين أصلا عن هذه المعاني. من جملة العوامل المؤثرة عمل الأب والأم. إذا الابن شاف أبوه يصلي صلاة الليل هو يصلي صلاة الليل. إذا الأب كان مقيدا بالوظائف الدينية، لا يكذب، لا يغضب في البيت، لا يقول ما يسخط الله، سلوكا متزن، هذا الابن ينمو هكذا، لأن هذا هو مثل الأعلى. الصاحب ابن عباد كان كريما إلى آخر حياته. ليش؟ لأن أمه من صغر علمته على أن ينفق على الفقير كل يوم درهم، هذا التعليم بقى إلى آخر حياته. أولا، التربية عن طريق الموعظة. ثانيا، التربية عن طريق النموذج. ثالثا، التربية عن طريق الأجواء. هذا الابن مع منو يعيش؟ عندما يرجع ساعة 1 منتصف الليل وين كان هذا الابن؟ لا ينفع العنف. العنف الابن يسوي التواء، البنت تقوم بالتواء. شنو دا يعمل هذا؟ في أي أجواء دا يعيش؟ في أجواء الحسينيات والمساجد دا ينمو، لو في أجواء ثانية،
في هذه العطلة التي نحن فيها، الابن شنو يسوي من الصبح لليل؟ ضعه في دورة تعلمه القرآن. ماكو دورة تعلمه القرآن، جيب مدرس إلى البيت كما يعلمه الدروس الخصوصية، النحو والصرف والمنطقة والحساب، يعلم القرآن أيضا. لينطبق علينا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الأصدقاء مؤثرين، يحيطه بهذه الأجواء. أكو واحد في تاريخنا في زمان علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، اسمه النجاشي، رجل معروف، شاعر، معتقد بأمير المؤمنين، مقيد بوظائف الدينية، قال أشعار كثيرة في مدح أمير المؤمنين صلوات الله عليه. شوفوا هذه الأجواء شلون تأثر. يوم من الأيام شهر رمضان، صايم، جاي إلى المسجد، شهر رمضان، صايم، متجه إلى المسجد لكي يقتدي بعلي صلوات الله وسلامه عليه في صلاة الظهر. ولكن لاحظوا الأجواء تنقل الإنسان من أين إلى أين. شاف صديق من أصدقائه، من أصدقاء السوء. الإنسان يجب أن يكون على حذر من أصدقاء السوء، لا يثق بنفسه، يقول لا أنا محصن، ماكو حصانة إلا من عصمه الله. تقدر اقلع، ما تقدر اقطع علاقتك وياه. قال له وين؟ قال له أنا رايح للمسجد. قال له ليش؟ قال له أريد أصلي. قال له هواي أكو وقت للصلاة، مثلا ساعة 11، ساعة 10:30، تعال نروح للبيت، أنا قد طبخت لك شات مشوية، خروف مشوي، نأكل ويا الآخر وبعدين نجي. قال له في شهر رمضان شنو هذا الحكي منك؟ قال له هسه تعال للبيت لا تأكل. المهم أخذ يوسوس له من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هنالك جن يوسوس وإنس يوسوس، يتكلم يتكلم، بالنتيجة يجر. أخذه إلى البيت هذا الصائم اللي دا يروح للمسجد ليصلي خلف علي صلوات الله عليه، وطبخ له الخروف المشوي وأغراه وأغراه إلى أن أكل الخروف المشوي. ثم بعد ذلك راح وجاء بالخمر وقال اشرب قليلا من هذه. الإنسان إذا شوي راح في طريق المعاصي بعد يروح. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، من البداية قل للشيطان لا. شرب الخمر وأخذ يعربدان، الناس مروا بيت صوت عربدة، جاءوا إلى علي صلوات الله عليه، إن النجاشي وفلان شربا الخمر في نهار شهر رمضان. الإمام قال جيبوهم، جابوهم، صاحب البيت أخذوا، النجاشي شرب. الإمام أمر بجلده فجلدوه صاحب البيت. ثم طلب النجاشي، النجاشي كان قد شرد، الإمام صلوات الله عليه بحث عنه، اجوا أشراف قومه أنه هذا رجل شريف محترم فينا، ارفع عنه الحد. قال لا أرفع عنه الحد، لا أعطل حدا من حدود الله. بالنتيجة أخذ النجاشي وجلده أيضا. النجاشي قال لعلي صلوات الله وسلامه عليه إن البقاء معك الذل وفراقك كفر، إذا أبقى وياك أجلد أمام الناس، وإذا أفارقك هذا كفر،
ثم هرب من علي إلى معاوية. هذا الشاعر الموالي الصائم المصلي من هذه الحالة إلى تلك الحالة. هسه شنو عاقبته؟ كانت هذا بحث آخر. الحقيقة هذه الأجواء التي يعيش فيها أبناؤنا يجب أن نواظب عليها أصدقائي. الأفلام التي يلاحظها، المجلات التي يطالعها، كلها يجب أن نحاول ملاحظتها، حتى إن شاء الله كما نحن نمونا في أجواء الإيمان والفضيلة والتقوى، الأجيال القادمة أيضا والأجيال التي تليها إلى يوم القيامة بإذن الله إن شاء الله تنهج منهج الفضيلة والتقوى والصلاح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وأن يجعل عواقب أمورنا خيرا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من القلب الظلام وبين نور مشرق. هدي